السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم متعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ والنهاردة مع اول حلقة من سلسلة الفونكس او الصوتيات، ازاي نتعلم نقرأ الحروف بشكل صحيح وننطقها بشكل سليم. وده جزء مهم جدا في تعلم اللغة الانجليزية. طبعا من غير ما نتعلم ازاي ننطق الحروف بشكل صحيح محدش هيفهمنا، واحنا كمان مش هنعرف معنى اي كلمة بنقراها، فده جزء مهم جدا. وانا اخترت ان احنا نبدأ بحاجة اسمها الحروف المركبة او الدايجرافز. الدايجرافز او الحروف المركبة، كل حرف بيكون ليه النطق بتاعه، ولكن الحرفين لما بيبقوا مع بعض بيبقى ليهم صوت او نطق مختلف. النهاردة هنبتدي ب 5 diagraphs او 5 حروف مركبة. ان شاء الله السلسلة دي مفيدة جدا لكل المراحل، هتعلمكم حاجات مهمة جدا. ركزوا وخليكم معانا، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ال diagraphs او الحروف المركبة have 2 letters make 1 sound. يعني كل diagraph بيبقى ليه 2 letters، بيبقى ليه حرفين، والحرفين مع بعض make one sound او بيعملوا صوت واحد، والصوت ده بيكون مختلف عن نطق كل حرف من الحرفين دول لوحده. ويلا نبدأ مع اول diagraph اللي هو ال SH. ال S زي ما احنا عارفين بينطق S S S، وال H بتنطق لوحدها ولكن لما نحط الاس مع الاتش جنب بعض بيعملوا نيو ساوند او بيعملوا صوت جديد، وهو ش ش ش. وده بيكون واضح جدا الكلمات الآتية. اول كلمة مثلا شيك شيك شيك، شيك يعني يصافح او يهز. تاني كلمة shine 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 shine، يعني لامع، حاجة بتلمع. تالت كلمة shark 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 shark، طبعا زي ما احنا عارفين هو سمك القرش. ده اول diagraph او اول حرف مركب ممكن ناخده مع بعض. تاني diagraph او تاني حرف مركب هو حرف ال T. طبعا لما بنيجي ننطقه لوحده بيبقى اسمه ت ت ت. وحرف ال H لما بنيجي ننطقه لوحده بنقول ح ح، بينطقوا بالشكل ده. ممكن ينطقوا بشكل ممكن يتقال س س زي حرف السهب في اللغة العربية س س، وده بيكون واضح جدا في الكلمات زي مثلا thunder 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 اللي هو صوت الرعد. 30 طبعا اللي هو رقم 30. و thumb 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 طبعا اللي هو اصبع الابهام، اللي هو الصباع الصغير اللي في كف ايدنا. وممكن كمان التي مع الاتش تنطق زال او زد، زي مثلا في كلمة ذا ذا ذا. كلمة ذا او ال هنا التي مع الاتش اتنطقت ذال او زد. وزي كلمة father father father، التي مع الاتش اتنطقت زال او ذي او زد زي ما احنا شايفين قدامنا. تالت diagraph او تالت حرف مركب هو حرف السي. وطبعا لما بنيجي ننطق حرف السي بنقول ك ك ك، ولما نجيب جنبه حرف الاتش، وطبعا حرف الاتش بننطقه زي ما احنا عارفين
لما بنحط السي جنب الاتش بيدينا نيو ساوند او صوت جديد وهو تش تش تش، وطبعا ده بيكون واضح جدا في كلمة مثلا زي كلمة chair 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 او كرسي، وكمان ممكن يكون واضح جدا في كلمة chew 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 اللي هي بيمضغ مثلا، بيمضغ لبانة، بيمضغ حاجة في فمه. وكلمة كمان زي كلمة cheese 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 او جبنة. طبعا في حاجة تانية خاصة بالسي مع الاتش، السي مع الاتش كمان يا اصحابي ممكن ننطقهم كي او كاف. امتى ده؟ لما بيكونوا في وسط الكلام او في اخر الكلام، يعني في حالة ان هم في اول الكلام بنقول تش تش تش، لكن لو هم في وسط الكلام او في اخر الكلام بننطقهم كي او حرف الكاف، زي كلمة ميكانيك 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 او ميكانيكي. طبعا زي ما احنا شايفين السي مع الاتش في وسط الكلمة اتنطقوا كي زي ما احنا شايفين قدامنا. ورابع دايجراف او رابع حرف مركب هو حرف البي. البي طبعا زي ما احنا عارفين لما بنيجي ننطقه بنقول ب ب ب، والاتش طبعا زي ما احنا عارفين بننطقها وبنقول ح ح ح. البي لما بتيجي مع الاتش بنقول ف ف ف، بتبقى نطقها قريب جدا من حرف الاف، وده بيكون واضح جدا في كلمة مثلا زي كلمة فون 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 او تليفون. وبيكون واضح كمان في كلمة زي كلمة فوتو 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 او صورة متصورة. وكمان بيكون واضح جدا زي في كلمة فونكس 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 او صوتيات اللي هي خاصة بنطق الحروف اللي احنا بنتعلمه دلوقتي. واخر دايجراف معانا النهاردة هو الخاص بال W H. ال W زي ما احنا عارفين يا اصحابي بينطق و و و، وال H طبعا زي ما احنا عارفين بننطقها ها ها ها. ال W مع ال H بيعملوا نيو ساوند او صوت جديد وهو وه وه وه، وده بيكون واضح جدا في كلمة مثلا زي كلمة ويل 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 او حوت. وكمان بيكون واضح جدا في كلمة زي كلمة ويل 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 او عجلة اللي هي طبعا بتكون موجودة مثلا في عربية او في قطر او في دراجة، العجلة الواحدة اسمها ويل. واخر كلمة برضو بتوضح لنا ال W مع ال H كلمة وايت 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 او اللون الابيض زي ما احنا شايفين قدامنا. ودي مجرد امثلة على الدايجرافز او على الحروف المركبة والفونكس الخاصة بيها او النطق الخاص بيها. طبعا اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من شرح الدرس بتاع النهاردة. لو حابين نكمل السلسلة الخاصة بالفونكس وليكوا اي اسئلة ياريت تبعتولي في التعليقات، وانا هكون سعيد جدا ان انا اشرح لكم اي جزء مش واضح، وان شاء الله هنكمل مع بعض السلسلة دي الخاصة بالتأسيس والخاصة بتعلم الفونكس وكيفية نطق الحروف. وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتوا من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب.
وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم الروابط الخاصة بيها في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.